اهلا بكم من جديد، وخلوني اقول لكم على نتيجة السؤال على صفحتنا على الفيسبوك: هل ترى ان ازمة السولار ضمن اولويات الحكومة الحالية؟ نعم، ضمن اولويات الحكومة الحالية 46%، 54% لا. نتيجة معقولة، نتمنى ان تكون هي ضمن الاولويات فعلا. سيادة اللواء، هو شركات النقل وسيارات النقل وغيره بيرفعوا الاسعار بتاعت النولون بعد كده؟ دي بقى حاجة ترجع لهم يعني، مش ال ما هو ده بينعكس على المواطن. يعني هو طبعا ما انا ما اقدرش اجاوبك على السؤال ده قوي، لان انا عايز اقول على حضرتك على حاجة. يعني احنا فعلا يعني بالتنسيق مع وزارة البترول والتموين ووزارة الداخلية، العملية الرقابية، خلاص احنا فاهمين العملية الرقابية. لكن يعني حكاية البيع بأزد بالطريقة الرهيبة دي في محطات على مستوى الجمهورية، طبعا بتعمل، من قلت لحضرتك احنا عاملين في شهر واحد حوالي 792 قضية بكميات رهيبة جدا. وانا كإدارة عامة لبحث تموين، انا بشوف برضك التهريب الشديد او الاتجار في السوق السوداء بطريقة جديدة. اللي انا عايز اقوله برضك ان احنا هقول لا، الامور اتحسنت اكتر من الاول بكثير جدا. يعني المشكله كلها زي ما بقول لحضرتك احنا داخلين على موسم حصاد بدا الكثير جدا، اللي حتى مش ما عندوش حصاد بدا يخزن مواد بتروليه، بدات اللي ما كل ما لش شغلانه يتجه الى تجميع السولار عشان يبيعوا في السوق السوداء. انا كنت في سوهاج وفي المنيا، انا شفت كتير جدا داخل على المحطة وبيفرغ السولار من التانك. انا شفت عربيات تلتين نقل، مش عربيات نقل كبيرة، عمل تانك كبير قد تانك مرتين تلاتة. الكميات اللي احنا بقى عندنا شدة الطلب على السولار بطريقة رهيبة جدا، بيتشفط من السوق. اللي انا عايز اقول لحضرتك لما يعني 600 لتر وفي بيوصل 750 و 1000 لتر، في ناس عاملين تنكين في عربيات النقل الكبير. لما عربيه تدخل تاخد لها 1200 لتر و 1300 لتر، الكميه دي برضك بتؤثر. لما جاله الراجل 20000 لتر، صاحب المحطه ده يدوبك خمس عربيات. طيب يعني لو احنا هدينا كده، بدأنا نهدى ويعني ندي فرصة لغيرنا، ان شاء الله الامور تتحسن اكتر واحسن يا رب. الدولة بدأت من 20 يوم 38 الف طن يوميا، كان المعدل الطبيعي 32 31 32 ونص، زودت جامد جدا. بس الطلب شديد على السولار بالذات. طيب انا بمناسبة مسألة الدور الحكومي او دور الدولة في ضبط الامور، عايز اقول لكم ان احنا سعداء جدا في برنامج لازم نفهم، لانه الحلقة اللي خصصناها عن مراكز علاج الادمان او المراكز غير المرخصة لعلاج الادمان من اسبوعين، وناقشنا فيها هذه القضية وعملنا تحقيق مهم، فريق الاعداد عمل تحقيق مهم في هذه المسألة، جابت نتيجة ورد فعل قوي. الدكتور صابر غنيم وحضراتكم شايفين المشاهد ديت، دي بعد اذاعة حلقة لازم نفهم عن الإدارة العامة لمباحث التموين. الإدارة العامة لمباحث التموين يعني مع وزارة الصحة. طبعا مع وزارة الصحة. الدكتور صابر غنيم وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي قال في تصريحات صحفية انه برنامج لازم نفهم ساعد في الكشف عن مركز خطير جدا لعلاج الإدمان غير مرخص، وتمت مداهمته، وحضراتكم شايفين هذا الفيديو للمداهمة، مداهمة المركز من وزارة الصحة وإدارة التموين، وإن الحملة وزارة الداخلية، سوري، الإدارة العامة لبحث التموين، الإدارة العامة لبحث التموين، ما هو قايل الكلام ده، قايل إنه شاركت فيها وزارات الصحة والداخلية، وقال إنه حديثه في البرنامج، الدكتور صابر غنيم كان معانا في هذه الحلقة، وقال إن حديثه في البرنامج كان عرض خلاله أرقام إدارة المؤسسات الطبية غير الحكومية والتراخيص في وزارة الصحة. وفور إذاعة البرنامج أو الحلقة دي من لازم نفهم، بدأت الإدارة في تلقي عشرات الشكاوى من المرضى اللي شافوا الحلقة، وأبلغوا عن عدد من مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، كانت من بينها شكوى أحد المدمنين اللي سبق أن أقولك بهذا المركز اللي بيدهموه دلوقتي قدام حضراتكم اهو.
في التجمع الأول القاهرة، وقال إنه في هذا المركز كانت بتحدث فيه انتهاكات إنسانية للمرضى، بالإضافة إلى عدم وجود إشراف طبي على علاج المدمنين، وإن الشكوى قالت الكلام ده، وإنه ثبت صحة هذه الشكوى عند مداهمة المركز ورصدته القوى المنفذة، وإنه المركز تحول، اكتشفوا إن المركز تحول، حضراتكم شايفين همت المرضى أو مرضى الإدمان، شايفين فحصهم هوت وعندهم إصابات خطيرة ومشاكل خطيرة جدا بسبب الانتهاكات اللي بتحدث ليهم في هذا المركز اللي تمت مداهمته. والدكتور صابر غنيم واللجنة اللي دهمت هذا المركز قالت انه تحول الى مركز لتوزيع المخدرات، شايفين حضراتكم هوت الشباب المسكين اللي في المركز ده بيتم توزيع المخدرات عليه من جانب عدد من المدمنين السابقين، والمركز كان بيحتجز المرضى دون وجود سند قانوني. طبعا ده دورنا في الاعلام، وده يمكن اقل ما يمكن ان نقدمه للبلد والمجتمع والوطن اللي بننتمي ليه، وهو ده بنقول للسيد رئيس الجمهورية دكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء والحزب الحاكم وكل الاجهزة المسؤولة في مصر، هو ده دور الاعلام اللي انتوا بتهاجموه بتطردوه بتلاحقوه وعايزين تقفلوا هذه القنوات او تسحبوا ترخيصها او تضيقوا عليها. انا عايز اقول حاجه برضه الصحافه، انه دي قضايا الناس اللي بنحاول ان احنا نلقي الضوء عليها وبنحاول نكشف عنها، علشان في النهايه الاعلام ده ملك للمواطن وبيدافع عن حق المواطن في المعرفه. سياده اللواء انا هقفل سريعا. انا كنت عايز اقول في قضايا كبيره في كتير في الادويه، مصنع ادويه مغشوش للعيون وتظبط، ونشرنا عنه في جريده الوطن ونشرنا الحمل وفي طفايات وفي خلاف وفي كميات كبيره حوالي 48 الف طن قمح غير غير صالح للسلاك الادمي. ده عامه ده دورنا وفي دور الاعلام، وده مش فضل ولا منا ولا هبه ده واجب علينا تجاه المجتمع المصري. سعدت بحضراتكم جدا، بشكر حضرتك يا سياده اللواء، شكرا اللواء احمد الموافي، وبشكر الاستاذ ناصر عبد الواحد، شرفتنا شكرا. وان شاء الله باذن الله نشوفكم يوم الاربعاء الجاي الساعه 9 في لازم نفهم. تصبحوا على خير.